صباح الخير، صباح العافية على أحلى متابعي شاشة زاكروس الفضائية. يسعد صباحكم زملائي داخل الاستوديو من برنامج نسوان زاكروس. احنا اليوم متواجدين في شارع المتنبي للتعرف على طريقة تحضير اللبلبي. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حجي؟ أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ السلام ورحمة الله. أريد اليوم تتحدث لنا عن طريقة تحضير اللبلبي. والله هو الحمص نشتريه من السوق، يكون المكسيكي يسموه، ناخذ منه ونجيبه للبيت، ننظفه على حسب الصوت النقعه هاي، ونقوم بعدين نسلقه ونجيبه للسوق ينباع. كم ساعة يراد على مود يتم تحضيره يعني؟ لا طويلة، شغلة طويلة يعني. نكون النقعه في 8 ساعات ونسلقه في ساعتين ونص، يطول أكثر، يجي يطول، متعب الشغلة مالته. زين، هذا نوعية اللبلبي أو الحمص، نوعية الحمص منين تستوردونه؟ نعم، هذا مكسيكي. اكو امريكي واكو هندي واكو كل شيء، بس ارقى واحد هذا البقري الامريكي المكسيكي. زين، تحدث لنا اكثر عن طريقه تحضيره، يعني شنو الاضافات اللي تضيفوا لها؟ ما بيها اضافيات، هو ما بيها اي اضافيات، يصير ينسلق عادي. بس اكو شغله واحده حاجه بقت من الاضافه، تقدرين تسوي زين تقدرين تسوي زين، هاي تتحكمين بيه انت، ما حد يتحكم بيه. شلون يعني شو تضيفوا له؟ مثلا انا اقول اخلي له مثلا اكو يوم شغله، نقول روتين كذب، هي الشغله هاي ما يخلون عظم قدام العين وهاي كذب. قوم احنا شيء اخلي له ماجي يصير طعمه اطعمه احسن. يعني شنو المطيبات اللي تضيفوا لها؟ هي بس قلت لك ماجي. ماجي نوبات الزبله، وكل ناس من زبله ماجي. اكو بهم نوبات يذبون شويه كركم الاصفر الزبله حتى يصير هم طعمه حلو. وشيء ثاني، الكركم بفائده، مو بيفيد مضاعفات ولا مؤثرات ابدا. زين حجي، أريد أسألك، يعني احنا مرات بالبيت من نسوي اللبلبي ما يصير مثل هذا اللبلبي اللي ناكله بالشارع، اي اريد اعرف السبب. هو هذا الطريقه اللي انتم تسووه مو مثلنا. احنا انا نقعد 8 ساعات من اروح من هنا اشب اغسله مغسول، هو اطلع اغسله واخضه واحطه واحط له ميه واذب الملح وياه مثلا واخليه على النار يستوي اول ما يفور. اول شيء تعليه يفور بعدين تنصه. يفور الم الزفره، احنا نقول الوقفه مالته، تلميها تذبيها بعدين ترد تنصين النار وتخليها هذا ساعتين ونص يلا يستوي. هاي احنا ماخذين قرار عليها، احنا نعوفها ما ندير لبال من نزل وقت، مثل نقول بالثلاثه للاربعه ونص اما للخمسه الشكل. نبات اكو حمص لا ما يتقبل بالعجل، نشوفه يستوي اكثر اسرع. زين، أريد أسألك حجي، مرات احنا سامعين قبل يعني من امهاتنا انه يحطوا له سوده حتى على مود يستوي من التنقعي، بس بالتنقيع كنا نحطها بالطبخ. بالطبخ؟ لا مو بالطبخ، لا بالتنقيع، سوده مو بالطبخ، بالطبخ ما يصير. يعني قصدك من النقعه نحط له سوده على مود حتى ينذب المي، ينذب المي. ليش نقول احنا نذب المي؟ النقعة بالسوده نخضها حتى لو تبقى بها اثار، اثار شويه. نقول الوقفه هي هاي، تصير الوقفه تعتبر مال السوده الباقيه من تغسليه وتكملين، هاي الوقفه تصير مال السوده. زين حجي، انت صار لك كم سنه بهذا الشغل؟ والله من السقوط بدينا نشتغل هالشغلات، انه قبل عندنا كان مصلحه نشتغل بها، فتغيرت الامور صارت علينا اشتغلنا هالشغله، هي الشربت مثل ما نقول، بس هاي شغلات الموسميه نسميها احنا. مثل بالصيف بارد، شربت، عصائر، كل شيء نشتغل، مي نبيع. بالشتاء نجي على مثل ما نقول اللبلبي، اما الشلغم. تقدر تحكي لنا شوي عن الشلغم؟ اي ما بيها شيء، ليش؟ شلغم نتعرف على طريقه تحضير الشلغم. الشلغم عادي، مثلا عادي تجيبي تغسلي، اول ما احنا مو غسل، انه فرق نجيب النقع بالمي، النقع حتى مو الطين اللي يبقى بيه يروح كليته، نزل ما عاد نغسله ونقص القمع ماله، يسموه القمع من راسه والشعب مالته، نقصه نخليه. فمن نخليه راس خشن نزرفه بالسكينه حتى يتشبع الدبس بيه، هاي عاد نغسله نظيف كامل نحطه ونشعل النار، نشعل النار نخليه لما يجي يفور. لا من يفور، اول ما يفور الزبله، اكو ناس الزبله دبس واكو ناس تخلي تمر، اي تمر ما يصير الا الزهدي، نكون الزبله التمر الزهدي حتى يصير كانه، لان هو الزهدي يصير دبس الوحيد، نذبه وياه ولما يفور. هاي اريدك شوي تصب لي على ما تشوفون المشاهدين شلون اللبلبي هنا عندنا مستوي. هذا يعطي، هذا الحمص ماله من الذوقه. ها وقي، ها ها ها
همش ما احد خسروني. زين اريد اعرف شنو سالفه المي، يعني واحد ما يخلص كاس الليل بيقول لك خلي لي بعد مي. هي هاي مثل ما نقول اكو شغله موجوده كسوله، مو انه في شياطين، بس هذا صار سوله لهجه عند البشر. التعويض قصدك انه العالم متعود نقولها، يجي يقول لك شويه مي، خلص يقول لك اعطيني شويه مي. من لازم ما يقدر يعوف ذاك من ذاك اللي يستغني عن هالشغله هاي. زين هاي هم يعني اكيد معيش عائلتك من وراها، معيش عائلتك من ورا هاي العربانه. الحمد لله نحمد الله انه هاي الشغله ماشيه عندنا احسن ما قاعدين نقول، وهاي خير من الله. اريد اسالك على هذا السفري، هاي المواعين السفري اللي تخلون بيها اللبلب. احنا نحتاجين كل هاي الشغله. يعني تجيبوا هذا اول هاي موجوده بالسوق، موجوده بالسوق، احنا نكيف انه نبيع السفري. ليش؟ احسن ما نظل نغسل ونقول هاي وقع بالقاع وما ادري شنو، فالسفري نوبات يجي الزبون اللي ياخذه واحد وياه. يكون فصلي اكثر. اي الزبون ياخذه، خليه ياخذه، صرفيات اكثر علينا، بس احنا كيف ياخذ مثل يجي الزبون قاعد بمكان اما ويا عائله. وين ما يقدر يظل يوقف بالشارع كوبيهم انه خجل يصير من العائله، يصير خجل توقف تاكل، فتاخذ السفري وياها على مود يقعدون مثل قاع نبات وياهم اطفال يوكلوها. فهاي السفري لازم ياخذونه يكون احسن انه احسن، مو بس للمواطن. زين هذا مثل ما اشوف هذا الرنج، هذا عراقي مو؟ هذا هو، هذا موسمي بس الشتاء موجود، بس ايه ماكو بكل مكان. زين هذا الحامض شنو؟ اذا هذا رارنج هذا انتو سووه؟ ايوه هذا الحامض، هذا الحامض انتو سووه؟ لا من دوزي ومي ونذبل صبغ اللوزينه يصير لونه هذا. مو انا مرات يعني همنا من اذوقه يعني انه بيطعم ونكهه، يعني بيطعم ونكهه، هو نكهته كل شيء ما بيها، بس نا من دوزي ومي وصبغ. هاي نقول اكو ناس ما ترغب هذا الرارنج، ما يتقبله، يتقبل هذا أكثر الناس. شكرا جزيلا، شكرا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، في نهاية جولتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر.